انتشار كبير لفيروس كورونا تشهده منطقة وادي الشاطي من خلال التسجيل اليومي للإصابات والوفيات جراء هذا الفيروس. هذا الوضع الوبائي دفع إلى تكثيف الندوات العلمية للتوعية، وآخرها ندوة علمية حول وباء كورونا وطرق الوقاية منها نظمتها جمعية الشفاء للبيئة والصحة والأعمال الخيرية، والتي جاءت تحت شعار التزموا فسلامتكم تهمنا. في النقاش حول الأوبئة والأمراض المؤدية التي قد تؤدي بالخطر بالإنسان، وهذا المرض الفتاك عافانا الله وإياكم من هذا المرض. أيضا كان لنا يعني دروس وعيد ومواعظ في الأمور الشرعية، يعني ما هو الحكم الشرعي، تحدثنا عنه ما هو الحكم الشرعي وما هي المقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأرواح والأنفس. كل هذا الأمور تم تناولها في هذه الندوة العلمية المباركة. الندوة تخللتها مشاركات عديدة من الحضور والذين تم استهدافهم بها من أطباء وأكاديميين ومن لهم دراية بعلم الفيروسات والطفيليات. هؤلاء الفرقة كلها طبعا كانت فكرة الندوة مشتملة على هؤلاء الجنود لكي يبين لنا كل واحد منهم مدى علاقة هذه الأوبئة وما هي السبل والطرق التي قاموا بها وتعاملوا مع هؤلاء الناس في الوقاية من كورونا. هذه الندوة التي احتضنتها قاعة المجلس البلدي القرد بوادي الشاطي اختتمت بتوصيات من الحضور بتكرار مثل هذه الندوات في جميع المناطق داخل المدينة حتى تعم الفائدة على الجميع.